هنعمل النهاردة صينية بيتزا سهلة وسريعة من غير عجين ولا تخمير، كلها على بعضها تقريبا مش هتاخد نص ساعة. هي بيتزا يعني سايلة مش بعجينة، تبقى العجينة بتاعتها تقريبا شبه الكريب. دي مناسبة جدا للحر او للجو اللي احنا فيه، او للناس اللي مش بتحب تقف في المطبخ كتير، او مش بتحب تعجن، او مش بتعرف تعجن اصلا. هي سهلة قوي، ومقارنة كمان بانها الطريقة بتاعتها سهلة جدا، هي يعني طعمها طالع حلو قوي. بالنسبه للعجينه بتاعتها، هي يعني مكوناتها 2 دقيق وكوبايه ميه بس تكون دافيه، ربع كوبايه زيت او 2 معلقة زيت بس، بيضه وكوبايه زبادي اللي هي صغيره، ومعلقه خل. التوابل بتاعتها 2 معلقة ملح و2 معلقة زعتر للناس اللي بتحب الزعتر، لو مش بتحبوه ما تضيفوهوش خالص، و2 معلقة سكر و2 معلقة خميره. السكر عشان ينشط الخميره هو والميه الدافيه، لان طبعا انا مش هسيبها تخمر خالص، انا يا دوب هحطها في الصينيه واحط عليها الحشوه بتاعتها واسيبها بس ترتاح لحد ما انا هولع الفرن، يعني ادفي الفرن بس، ما قعدتهاش تخمر خالص ولا اي وقت. بعد كده هضربها بالمضرب. هي بتبقى سايله تقريبا بين يعني عجينه الكيك وعجينه الكريب. هذه صينيه تكون مفروده، يعني تكون كبيره، يا دوب هي طبقه رفيعه خالص عليها، عشان انا اصلا بحب البيتزا رفيعه، وهي لما بتكون رفيعه بتكون احلى كتير. انا مش عايزاها تبقى مليانه عجين من جوه، فانا عايزاها الصينيه تكون كبيره قوي، يا دوب هي تكون فيها عجينه رفيعه خالص. الصلصه اللي هحطها على الوش هي 2 معلقة صلصه من الجبنه، 2 معلقة كاتشب، 2 معلقة زيت زيتون، وملح وفلفل وثوم وبصل بودر، وبرده 2 معلقة زعتر لو احنا حابينه. انا هحط الصلصه، طبعا هي العجينه سايله فعشان نفردها فوق العجينه بيبقى صعب شويه، هنزلها بالمعلقه كده وبفرشه بالراحه خالص، هحاول من فوق بطروف الفرشه خالص افرد العجينه لحد ما تاخد الشكل اللي فوق ده كده، يا دوب بس عايزه لون احمر وطعم يبقى في الاخر طعمه حلو. الحشوه بتاعتها زي ما احنا عايزين، عايزين نعملها بالحوم، عايزين نعملها بالفراخ، عايزين نعملها بجبن بس، عايزين نعملها بجبن وخضار. الحشوه كالعاده زي ما احنا بنحب الطعم بتاعها، انا عملتها بجبنه كريمي وعليها بقى رومي وشيدر، انا مقطعاهم كده يعني شرايح رفيعه بالسكينه، والخضار بقى اللي انا بحبه حطيت طماطم وفلفل وزيتون. هفرد الحشوه عليها كويس جدا واحط الخضار عليها، وهبقى مطلعه الجبنه الموتزاريلا يعني من الفريزر تفك شويه علشان تسيح. طبعا انا خرجتها اصلا نص ساعه، يا دوب لقيتها اصلا تقريبا من حراره الجو وحراره المطبخ ساحت. هحطها على الوش، وفي الوقت ده بقى هسيبها على جنب كده وابدا اسخن الفرن. هسخن الفرن على درجه حراره عاليه، انا عايزه الفرن يكون عالي خالص، وهسيبها بس ترتاح تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير جدا على ما الفرن يسخن. هي طالعه طبعا حلوه جدا، ما خدتش وقت ولا مجهود خالص، كلها على بعضها تقريبا نص ساعه، قعدت في الفرن تقريبا من 10 دقائق لربع ساعه لحد ما اخدت اللون ده. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه.